السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بلجن بسيط اسمه بي ام ستوب، ده تبع موقع على النت اسمه بي ام ستوب، بيديني ان انا دي فاميلي كان نازلة مع البرنامج، ممكن تاخد اي فاميلي انت عايزها ودراج اند دروب وتحطها في المشروع، تمام؟ وممكن ان انت تعمل سيرش على النت في الموقع ده، يعني اجي هنا اقول له سيرش اند داونلود واختار الفاميلي اللي موجودة في قلب الموقع، او ممكن احمل مشروع project on bimstop.com او upload، تروح في فاميلي انت عملتها كويسة تروح رافعها على الموقع، هتلاقي في فاميلي ظريفة وجميلة مترتبة بشكل جميل، اختار اللي انت عايزه. الويندو في شبابيك، انواع كتيرة من الشبابيك. البلوجن بتبقى حاجة بتضيف إضافة للريفت، يعني مثلا أدنس بتلاقي هنا حاجات مثلا بتديني قوة في البرمجة، بتديني قوة للرندر، في حاجات خاصة بالإنشائي، حاجات خاصة بالمعماري، بتديني بعض الزراير الإضافية وبعض القوائم الإضافية اللي تسهل على الشغل في برنامج الريفت. أخوكم عمر سليم.